إذ لم تكن قادر على الوفاء فلا تنطق بكلمة وعد. اليوم اللايف مالتنا راح يتحدث عن الوعد. الوعود طبعا هي مختلفة، وفعلا لازم الإنسان إذا كان غير مؤهل إلى الوفاء لازم ما يوعد بأي مفاصل الحياة. نعم عزيزتي هبة، أكيد إحنا دا نلاحظ خصوصا في هذه الفترة الأخيرة أكو وعود ناس تنطيها لبعض الناس، خصوصا فيما كان يعاني بالدراسة أيا كان، بس هاي الوعود متنفذ. أنا جاني تعليق يقول من وعدك بكل شيء لم يعدك بشيء. نعم احنا اذا نتحدث عن الوعد وعد شيء مهم. طبعا لضيق الوقت راح ناخذ اول تعليق، ناخذ تعليق من فاضل فلاح يقول الحب وعد والوعد دين، والدين لا يوفيه الا الرجال. هذا يتحدث عن الزواج يا زهراء، تفضلي. ويانا تعليق من عبد الله يقول ابسط الاشياء اللي ممكن احنا تمر بحياتنا لما نستقبل وعود كاذبه وبالتالي تبني امال واوهام على وعود لم تنفذ. يا هبه ها طبعا بعض الاشخاص يقول انا وفي اريد اتزوج. طبعا مو انت اللي تقرر هذا الموضوع انه انت وفي او لا، الاشخاص الموجودين بحياتك مهما كانت نوع علاقتهم بك هم اللي راح يقررون انه انت كنت وفي او لا، وان شاء الله تطلع فعلا وفي. نعم جاني تعليق اخر يقول الصديق الحقيقي هو ليس من يصونك وانتما متفقان. نعم الصديق الحقيقي هو ليس من يصونك وأنتما متفقان، إنما هو من يظل على العهد والوعد عندما تنخصمان. نعم يا عزيز. وصديقنا الآخر يقول محمد إسلام يقول الوعد من الله وهذا الوعد هو كافي. يعني إنه الوعد بين إنه الله سبحانه وتعالى هو هذا كافي. طبعا مشاهدينا الكرام يعني بإمكانكم أنه تشاركونا، بس عذرا لضيق الوقت ما نقدر نقرأ كل التعليقات اللي موجودة، كثير من الرسائل وردتنا لكن أكيد ما احنا